أهلاً أبنائي الأعزاء، نواصل في برنامج التربية المدنية، نبقى في إدماج الموارد المعرفية من مقطع الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية في الميدان الثالث والأخير. عندنا نشاط إدماجي، بني إليك مجموعة من الصور، إذن لاحظنا مع بعضنا مجموعة من الصور. استقرئ كل صورة على حدة من هذه الصور جيدا، ثم استخلص عنوانا لكل صورة منها. إذن نلاحظ بني هذه الصور، ماذا تمثل هذه الصورة؟ ماذا يمثل هذا الرمز؟ وهذا الرمز؟ وهذا الرمز؟ وهذا الرمز؟ إذن الرمز الأول هو العلم الوطني، بالتأكيد كلكم أجبتم إجابة صحيحة. الرمز الثاني إنه النشيد الوطني أو نشيد قسما. الرمز الثالث إنه العملة الوطنية الدينار، فهي رمز من رموز الدولة يجب المحافظة عليها وعدم الكتابة فوق أوراقها. الرمز الرابع هو خاتم الجمهورية الجزائرية، وبه نختم على كل وثيقة رسمية. أبطال الجزائر مصطفى بن بولعيد والعربي بن المهيدي، تيدوش مراد، كريم بن قاسم، عميروش أيد حمودة، سيل حواس وغيرهم من أبطال الثورة، وهؤلاء هم رموز الدولة الجزائرية كذلك. إذن الأعياد الوطنية كعيد اندلاع الثورة التحريرية أو نوفمبر 54 أو ذكرى الاستقلال 5 جويلية 62 إلى آخره. إذن حتى الجزائر العاصمة هي رمز أيضا من رموز الجزائر، يجب أن نهتم بها وبمظهرها وبعمرانها وبنظافتها كما نهتم بكل المدن الجزائر، لكن تبقى الجزائر العاصمة يجب أن تعطي صورة فعلا للدولة الجزائرية. هذه أبنائي هي رموز الدولة الجزائرية. شكرا على إجابتكم الصحيحة. نأتي إلى نشاط إدماجي من نوع الاختيار من متعدد، وفي كل خانة سيكون الاختيار متعددا كذلك. التعليمة تقول صنف ما يأتي على الجدول الموالي، بعد الانتهاء ستتعرف على خصائص مجتمعك الجزائري. بني لاحظ جيدا، فكر جيدا، ثم صنف
تصنيفا صحيحا لما يلي. نبدأ أولا، خاتم الدولة الجزائرية، ويسمى بخاتم لأننا نختم به على جميع الوثائق، أي عندما ننتهي من أي وثيقة رسمية يكون ختامها بوضع خاتم، وهو رمز من رموز الدولة نضع به على هذه الوثائق. إذن خاتم الدولة أين نصنفه أبنائي؟ خاتم الدولة هو رمز من رموز الدولة الجزائرية. الدينار الجزائري أين نضعه؟ الدينار الجزائري هو أيضا من رموز الدولة الجزائرية. الشعبية، الجزائر دولة شعبية، ما معنى ذلك؟ هو من هوية الدولة الجزائرية. كما قلنا سابقا، الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، إذن الشعب هو الذي يهدد هوية السلطة التي تحكمه. الأرض أو الإقليم الجغرافي، الأرض أو الإقليم هو من مقومات الدولة، مقومات الدولة معروفة. الإقليم ضروري لأي دولة. السلطة، ما هي السلطة؟ السلطة أيضا من مقومات الدولة الجزائرية، والسلطة هي الركن الرابع من أركان الدولة. النظام الديمقراطي ما يكون؟ النظام الديمقراطي هو من هوية الدولة الجزائرية. الحكم الجمهوري، هل هو من هوية المجتمع أم من مقومات الدولة؟ أم من هوية الدولة الجزائرية أم من رموزها؟ الحكم الجمهوري من هوية الدولة الجزائرية. كما قلنا، الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. العلم الوطني أين نضعه أبنائي؟ نعم، هو من رموز الدولة الجزائرية. اللغة العربية، اللغة العربية هي من هوية المجتمع الجزائري، أو هي رمز من شخصية، من مقومات الشخصية الجزائري. النشيد قسما، نعم هو من رموز الدولة. الشعب أو المجتمع أو الأفراد الجزائريون، صحيح أحسنتم، الشعب أو المجتمع الجزائري هو الركن الأول من أركان الدولة الجزائرية. الجزائر دولة القانون، الجزائر دولة القانون. أين نضعها أبنائي؟ دولة القانون، نعم من هوية الجزائر. فالجزائر من يحدد طابعها الجمهوري والديمقراطي والشعبي؟ إنه القانون. فالجزائر هويتها دولة قانون. السيادة، السيادة من مقومات الدولة الجزائرية. الشعب الجزائري الذي يمارس سيادته على أرضه
ويختار السلطات التي تحكم. هذه مقومات الدولة الجزائرية. الثقافة الجزائرية هي من هوية المجتمع. الإسلام هو المقوم الأول للشخصية الجزائرية، ويجب على كل جزائري أن يحترم الإسلام، واحترامنا للإسلام هو بالممارسات الصحيحة التي يقرها الإسلام والسلوكات الصحيحة كالصدق والأمانة وإتقان العمل وإلى آخره. الإسلام ليس فقط عبادات أي صلاة وصيام، الإسلام قبل كل ذلك هو سلوكات، هو معاملات، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة إذا كان الحديث صحيحا. التاريخ الوطني هو من هوية المجتمع الجزائري. إذن لقد نجحنا في تصنيف المطلوب على الجدول. الجدول التعليمة تقول بعد الانتهاء ستتعرف على خصائص مجتمعك. إذن عزة النفس، حب الحرية، الجود والكرم، التعاون، كلها من خصائص المجتمع الجزائري. ويأتي في مقدمة هذه الخصائص حب الإسلام، فالإنسان الجزائري إنسان محب لدينه الإسلام. إذن يتميز المجتمع الجزائري بخصائص منها: تمسكه بمقومات عقيدته الإسلامية السمحة. المجتمع الجزائري معروف بالتعاون بين أفراد مجتمعه، معروف بالتضامن والتآزر والتكافل بين الأقارب ومع الفقراء. المجتمع الجزائري من خصائصه الاتحاد والتماسك بين أفراده أوقات المحن والشدائد، فقد ظل المجتمع الجزائري متماسكا صامدا رغم السياسة الفرنسية طيلة قرن وأكثر من ثلث قرن، إلى التي حاولت تنصير المجتمع الجزائري ودمجه في الهوية الفرنسية بالتجنيس وإثارة النعرات ومحاولة زرع الفتن والتفرقة، وما زالت هذه السياسة مستمرة إلى اليوم للأسف الشديد. أيضا يعرف المجتمع الجزائري بخاصية الدفاع عن العرض والشرف، فالجزائري عزيز النفس لا يتسول ويدافع عن عرضه وشرفه. المجتمع الجزائري عرف بتمسكه بأرضه والدفاع عنها، ولذلك عرف بحب الحرية، وسمي الجزائريون أو أجدادنا القدامى بالرجال الأحرار لحبهم للحرية والتمسك بها. ولقد أطلق على سكان الجزائر أو أطلقوا هم على أنفسهم الرجال الأحرار أو إيمان زيغا. أيضا عرف المجتمع الجزائري بالشجاعة والتضحية ونكران الذات، ولقد قدم الشعب الجزائري أزيد من 5 ملايين شهيد، وأثناء الثورة قدم الشعب الجزائري 1.5 مليون شهيد للحصول على استقلاله. كما يعرف المجتمع الجزائري بمساندته للمظلومين والمضطهدين في
في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا عربا أو مسلمين أو بشر مهما كان. فالجزائر بطبعه ميال للدفاع عن المظلومين والمضطهدين، لأنه عانى الظلم والاضطهاد. المفردة الثالثة، السيادة. ماذا نقصد بالسيادة؟ الدولة هي كل مجتمع ذو سيادة. السيادة هي حرية التصرف أو السلطة الفعلية التي تمارسها الدولة على مجالاتها أو على إقليمها الجغرافي بكل مجالاته البرية والبحرية والجوية. طبعا الشعب السيد هو الشعب الذي يسترد حريته واستقلاله وينتخب سلطته التي تمارس هذه السيادة أو تمارس حرية التصرف على إقليمها بمجالاته المختلفة. ماذا تعني كلمة السلطة؟ نقول رئيس الجمهورية سلطة، نقول الوالي سلطة. إذن السلطة هي ممارسة حكم الشعب بالقانون. السلطة هي ممارسة حكم الشعب بالقانون، وتتمثل السلطة في هيئات منتخبة مثل المجلس الشعبي الوطني أو المجالس المحلية البلدية والولائية، أو أشخاص مثل شخص رئيس الجمهورية وشخص رئيس البلدية إلى آخره. إذن هيئات، تتمثل السلطة في هيئات منتخبة أو أشخاص معينون، مثلا رئيس الدائرة، مثلا الوالي، هؤلاء شخصيات معينة طبعا يعينهم سلطات أعلى منهم، وتنتهي أعلى سلطة في رئيس الجمهورية الذي اختاره أو انتخبه الشعب. المصطلح أو المفردة الرابعة أو الخامسة هي الهوية. الهوية نقصد بها المقومات أو العناصر الأساسية المكونة للشخصية، الأعراف من العرف. العرف هي مظاهر وسلوكات اتفق المجتمع على المحافظة عليها، وطبعا هناك أعراف سليمة يجب أن نحافظ عليها، مثل ما قلنا التويزة، التعاون والتكافل والدفاع عن الأرض والعرض وإلى آخره من الأعراف. التقاليد هي عادات، التقاليد هي عادات الأجداد الموروثة يجب المحافظة عليها، وهذه العادات والتقاليد قد تكون في اللباس، قد تكون في الطعام، قد تكون في بعض السلوكات إلى آخره. الأمازيغية، الأمازيغية هي تسمية أطلقت حديثا، جاءت محل كلمة البربرية أو البربر القديمة، وكلمة البربر طبعا بتلطيف حرف الباء والراء وليس البربر، لأن البربر تعني الهمج إلى آخره. البربر هم سكان المغرب كما أطلق عليهم المصريون أو الفراعنة قديما. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.